السلام عليكم الاحباب، كي دايرين؟ هانيين، احوال طيبه، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. حنا عدنا من جديد مره اخرى، اليوم كاينه واحد الضيف، يعني بوكي كملت معاه، مشى يعني سهل المسائل ديالو، الدريساج ديالو الحمد لله، يعني كلشي داز في امان الله. واليوم يكون النهار الاول مع ماكس. ها هو ستوب، هذا هو ماكس. يعني البارح جابوا لي مولاه في العشيه، كان التعارف ديالي انا وياه، واليوم اول نهار غنخدم معاه. كما سبق لي قلت لكم، يعني دائما هذا الحبل يعني باش كيكون تعارف. دابا نعمل له واحد الدوره، يحيد المكبوتات ديالو، وديك الساعه حتى نبدا معاه شويه الخدمه. اليوم نبدا معاه اوبي، وان شاء الله يتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا. ويلا بينا نشوفوا شنو كاين. ثانكيو. السلام عليكم اخوان، عدنا من جديد. كما قلت لكم، يعني نهار الاول ديالي، نهار الاول معايا ماكس. البارح كان نهار ديال التعارف ديالي انا وياه، يعني ما خصنيش نبدأ، يعني خصني نطيح الحنان ونخليه يثق فيا، حيت البلاصه ديالو يعني تبدلت. بيان سي هو عايز كام ديال نو كيتو ستوب. كيتو اسكوتشا كيتو. كيما قلت لكم، يعني باقي نهار الاول، يعني البارح ما خصنيش نخدم معاه، يعني خليه يثق فيا، يعني تبدلت له البلاصه ديالو، يعني الحمد لله يعني ارتاح شويه. اليوم نحاول نخدم معاه اوبي، نشوفوا كيفاش عايد اليوم النهار الاول كيما قلت لكم، ونشوفوا كيفاش يتعامل معايا. ويلا بينا. كما كتشوف، يعني نهار الاول يعني ضروري ما يكون هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله يعني هو يعني تكي يعني كيتجاوب معايا ان شاء الله. يعني شي 3 ايام كدا يبان لكم الفرق. وشكرا، متابعونا، وما تنساوش تعملوا لي زابوني مع الاصدقاء ديالكم، وتشاركوا معنا في القناه باش تطلع لكم اي حاجه جديده. وكنقول لكم كنبغيكم بزاف. اي لاف يو، ثانك يو.